المقارنة الخمسة عشر. خمسة خمسة بنتي. احنا النواظر. النوابة. الناس. النوابة. ليش انتي شكلك؟ بنت. هطلتي من مدرستك. نسيتها. نيازي ربنا يجيل من ذا اليوم جدركم فيديو مع سكايلر. طبعا هذا الفيديو راح نذكر المقارنة بين مدرستي ومدرستها، ما الفرق اللي في مدرستها عن مدرستي. طبعا مدرستي مختلطة، هي مدرستها بس بنات، راح تذكرها وانا راح اعلق عليها او انتقد الشيء اللي مو عاجبني في مدرستها. فاذا حابين اذا حابين تشوفوا خلوكم معانا للنهاية. شيء ثاني انه بحط لكم قناة نارين لان عملت مقارنة معها وهي انتقدتني نفس الشيء اللي انا راح اسويه الان، انتقدت مدرستي في قناتها. بحط لكم الرابط في صندوق الوصف، يا ريت تروحوا على قناتها. شيء ثاني انه يا ريت تتابعوا نارين على الانستغرام لان قناة حقت الانستغرام مرة حلو، وكمان تابعوني على 2 hours later الانستغرام. اقول انا انا نارين وقناتي اسمها سكايلر توني سكايلر. انا احب انكم تتابعوني على الانستغرام لانه معايا مفاجأة لكل الكيبوب في تاريخ 12/14، ولو احد يحب انه ما يفوت الفرصة هذه يروح يتابعني على الانستغرام ويعمل لي سبسكرايب على قناتي في اليوتيوب عشان يوصلوا التحديثات والفيديوهات الجديدة بالذات بذاك اليوم. كمان شيء ثاني انه نارين بما انه ظهرت معانا للمرة الثالثة او الثانية، في الثالثة صح؟ ما اتذكرها. يا ريت انتي تحددي كم تبغي انه يوصل للفيديو كم لايك. 30,000 تتوقع انه ممكن يسووه؟ انتوا قدها صح؟ اكيد اكيد راح يسووا، واحنا واثقين كل الثقة بالجيش حقتي جيش يجي انه راح يوصلوا. فخلوكم معانا ويلا نبدأ في المقارنة الاولى. المقارنة الاولى زي مرة طويل وهذا شيء مرة مريح. لو تسألي ليش، لانه انت في ايام البرد في ايام الصيف انه تحس بتبتبه او يعني بضيق لما تلبس التنورة بس وتخرج كذا، فتقدر تلبس بنطلون تحت الزي. طيب هي شورت. طب عادي اسمعي، طب عادي احنا ممكن نلبس بنطلون لان احنا مدرسه مختلطه. تبدا هذا الشيء مش عندهم. يعني انت لو لبستي الحين شيء من تحت الزي بس برضو ما بيكون ذاك المريح، يعني من تحت التنوره. نو تنورتنا مو ضيقه على الجسم. المقارنه الثانيه، مدرستي تهتم مجال الانجليش والغناء وتركز على مواهب الطلاب وتحاول انها تساعدهم عشان يحققوا احلامهم. يا الله، يعني تساعدهم عشان يحققوا احلامهم، يعني في كل المدارس هذا الشيء طبيعي. لا بس اسمعي، احنا كمان عندنا انجليزي صح، ما يتكلموا انجليزي كويس بس عادي عادي، انت في كوريا ما تحتاج تتكلم انجليش. يعني مو شرط انك تعيش طول حياتك في كوريا، وبالذات انه كيف تقدر تبني بزنس مع بزنس اذا انت ما تعرف انجليش. يعني على اساس بنات مدرستك كلهم يعرفوا يتكلموا انجليش؟ 90% يعرف يتكلم انجليش. طيب لانه مدرسنا احنا 90% يعرفوا يكتبوا انجليش. خلي لما يشوفوا واحد انجليزي يكتبوا له بالكتابه تواصل كتابي. ممكن يتغلبوا على هذا الشيء ويتكلموا عادي. صار في محادثات وبدات مدرستنا تتطور بالانجليش. بدأوا ولكن بدات صار محادثات انه لما الانسان يكون مغلق داخل الصندوق وما يتكلم كذا ما يكون زي الانسان المنطلق على الاجانب. مدرستنا طبعا ممكن استقبلت اكثر من اجنبي، جاب طريقة التبادل فصار في حوارات. احنا يجيبوا شهر كامل مدرستنا 5 مدرسين من امريكا عشان شهر كامل. يعني خلاص خفي علينا يعني خلاص. مقارنة الثالثة، يلا بس اكيد مو شرط تروح الجامعة، انت تقدر تروح الشغل اللي تبغيه. طب عادي احنا عندنا مدرسة، انت صح بس مختصة بانه كنتي تروحي الشغل اللي تبغي. احنا نص سنة يقدر يروح الشغل اللي يبغاه او يروح الجامعة، ونص سنة اللي هم اكوا ومنكوا اللي هم ادبي وعلمي يقدر يروحوا الجامعة. فهذا الشيء حرية، يعني في تنوع. هي ما عندها الا بس
اشغال. احنا نقدر نروح اشغال، نقدر نروح الجامعه، لا تقدر نروح، ولكن تعتبر زينا يعني تقسم زينا، نعتبر زيكم بايش؟ احنا الشركه، الشركه نفس الفكره. اي فرصه انهم يقبلوهم في الجامعات قليله، مدرستكم البنك وضحكوا، ففرصه الناس ما يقبلوهم في الشركات او البنوك او الجيش هذه بسرعه، لكن احنا يقبلونا في الجامعات لانه مستوانا عالي، ويقبلونا في الشركات عشان بس مختصر اسهل بهذا بزنس. اكثر شخص يقدروا يتعلموا بزنس ويقبلوهم بالشركات. من اعطى، من قال لك هذه الفكره؟ من خلاك تفكري انه ممكن لا؟ فهذا الشيء ما تعرفيه الا لما تكوني بالمدرسه. نوك طبعا مالك فرصه ترجعي مدرستنا لانك ضيعت الفرصه. اوه يو ستيل بريكن ماي هارت. والرابعه معانا ميجم او بقاله جوات المدرسه نفسها. ميجم او بقاله ما نحتاج نخرج برا، زي ما قلتي انت في الفيديو حقي نخرج ما ادري ايش، ما نحتاج بقاله تحت بيتنا عشان لو حابين تعرفوا ايش الفكره. طبعا هي تقول انه عندهم ميجم اوكي، بس اننا الاكل اللي يغطي الحلاوه يعني مره لذيذ، حتى ممكن تشتري من برا عادي وترجع المدرسه وتاكلي، مش شرط نحتاج ميجم يكون عندنا في المدرسه. للاسف مدرستي، وعلى فكره مدرستي من مدرسه متطوره وبدات تعمل ثلاجات. كفى وقفه احترام. هو على بدات مدرستهم، بدات احنا مدرستنا انتهت من هذا الشيء. هذا الشيء اللي مدرستنا يفكروا مدرستنا تفكر الحين تجيب لنا مدرسين آليين. يا إلهي خفي علينا قالك مدرسين آليين، يعني لو انتم مدرسين آليين ايش اسوي؟ اخفق لك؟ لا بالعكس، عندنا مدرستنا عادي يعني، حلو انها بدأت تفكر بالطريقة الإيجابية، واحنا اوريدي ما نحتاج نروح بيجم واحنا نطلع برا المدرسة. اوكي يعني انت بس لما يجم تروحي، بس احنا نروح اماكن ثانية، يعني ممكن حتى تروح الاماكن تطلع باص وبعدين تروحي وترجعي للمدرسة طبيعي. احنا هاي مو مقارنة صراحة، هذه صفة سيئة. مدرستنا للأسف السعيد الأكل يوم واحد في الأسبوع حلو، وقت الأيام مجروح قلبي سيئة. بس هذا يعلمك إنه أنت ما تتعود، يعني تحس بالفقراء كيف يأكلوا كيف يعانوا، يعني تحسين كمان بالنعمة. ليه ما تحسين دي كمان؟ ليه انا احس بس احنا مدرستنا يعني كفاية اني اصوم رمضان عشان نحس بالفقراء اللي ما يلاقون اكل، يعني الله يكف عونهم كذا، بس يعني اتعذب حتى في الايام اللي انا مو صايمة فيها. بس هذا الشيء يخليك تتعلم انك تكوني متواضعة. فكذا بالنسبة للمدرسة طبعا الاكل لذيذ. سمو الهيل، السم الهاري صراحة. المقارنة فوق المئة، مدرستي تدرس كل أنواع الكمبيوتر، تدرسك التجارة الكمبيوترية، مش عارفة شنو هذا، والاقتصاد ما نحتاج، وكيف تصنعين شركة في الانترنت بدون أن تذهبي إلى أي مكان آخر. الصراحة هذا مو معاها ممكن حاجة حلوة، يعني تعلمك البزنس بدون ما تدرسي، يعني تتخرجي من الثانوية وانت تفتحي بزنس ما تحتاجي أحد. صح، ممكن هذا النقطة لها يكون ممتع بس بنفس الوقت ممل. لا صراحة نقطة حلوة. واي ممل؟ نقطة حلوة. ميك ماني. التدريس من التدريس. You be like Cardi B. Make money. You do that. You make money. هذا أنا معاك. صراحة غلبتيني. بس ما مو معنى، بس برضو أنتوا بعد الحصص ما تأخذ راحة. شرط. احنا ناخذ الراحه 10 دقائق صراحه. انا ما احتاج الراحه هذه، يعني انا بحس انا ما احتاج. انت اعترفتي يا طيب، يعني احنا عشان ما يخلونا ننام بالحصص يعطونا 10 دقائق. انتوا ما يخلوكم احنا يحترمونا، لانه يعني تقدير لجهد الطالب انك استمعت لنا بكل ادب، فيعطوهم 10 دقائق ارتاحوا بعد. بس احنا يحترم الطالب انه تعبان معاهم ويجي للمدرسه ويطلع الجبل هذاك كله ويقعد فوق الكرسي ويقعد ما ادري ايش. اللي يبغى يشوف جوله بمدرستي في قناتي موجود، روحوا وانا بحط على صندوق الوصف اللي موجود في قناتي فروحوا شوفوه. المهم هم يحترموا الطلاب فهم يحطوهم يخلوهم يناموا عادي ما يزعجوهم. احنا مدرستنا ناس
كلاس برستيج وما يحبوا يضايقوا احد حتى لو يضيعوا وقت يعني يضيعوا وقت النوابة. تعرف النار الاسود احنا نقرف منه. بما ان احنا نابغه مدارس النوابة والناس الاذكياء احنا احفاد اينشتاين نروح المدرسه الساعه 8:40 مش انت دائما كل مره تخرجي بعد معركه من البيت عشان تخرجي تبغي بدري تقعدي تتضاربي ساعة على الحمام؟ طبعا احنا الساعة 9 لازم تكون في المدرسة عادي، هي عندها جبل وعندها مدري ايش ولازم تكون 48 دقيقة، يعني تخرج 47 دقيقة تقريبا عشان هي تطلع. احنا النوابغ النوابغ الناس النوابغ. انت ما تعرفين البريطانية؟ انت مو بريطانية؟ انت مو المانية؟ الناس مزبوطين على الوقت. الوقت زي الشعر. لا ايوه في جو البرد في جو حر ما في تقدير خلاص تروحي يا نابغه يلا خلاص. انا الصراحه لو امع على النوابغ خليها براحتها يا ريت خليكي نابغه ما ابغى اكون نابغه على كذا صراحه. عندي انه ممكن نتواجد الساعه 9 الشعور الناس البابودل اللي زي هذه البنت يعني الاغبياء اكيد لما يكون انسان نابغة يفهم ويقدر الوقت. المقارنة فوق المليون. مدرستي مدرسة تهتم في الفتيات جدا لدرجة انها تسوي انشطة ومسابقات للبنات مثلا زي كرة قدم كرة سلة كرة بدمنت اللي هو بدمنت بالانجليزي و او بينج بونج بينج بونج. هذا صراحة انا اشهد فيه انه ميزه انك تكوني في مدرسه مو مختلطه. نعم. عندنا الاولاد ما اخذوا كل حاجه طلعات مسابقات ما اعرف ايش. البنات ما عندهم هذا الشيء ما احس انه فيها ده. حتى البنات ما عندهم بنفسهم يبغوا يسووا رياضه. اي لما انا احب الرياضه مره واحب كره السله بس انا لقيت ما اعطوك تطنيش في الوضع. اي من جد ممكن يوجين عشان تحب التاكو بس التاكو يمديها تخرج هي مسابقات يعني مسموح لها لكن زي النونجو هم عندهم مسموح انهم يخرجوا مسابقات. وش النونجو قولي لهم باسكت بول. باسكت بول مثلا ايش كرة السلة النونجو كمان الشوكو اللي هي كرة القدم مسموح لهم فهذا شيء اشيد لها. انا عندهم نشاطات كثير. لا لا رونالدو كريستيانو فهي طبعا حقتها التوماري مو توماري هذا شيء اسمه نقوي فتياتنا. لا وشيء المعلومة الثانية كمان عن الرياضة. الرياضة يعني. أي معلومة عن الرياضة. إحنا عندنا نشاط اللي هو نشاط الجيش اسمه نشاط الجيش. واو. بعد المدرسة تبدي تدربي تدريب. شيء إيجابي. اللي أنا أحب هذا الشيء. اللي يدربوكي كل الأشياء اللي تخرج بالجيش يدربوكي بالمدرسة. بس برضو يعني خلي البنت مش رقيقة خليها زي الرجل. ويد. ويد ليه خليها زي الرجل رجولي يعني خلي شخصيتها رجولي. نعم تتعامل مع الولد برقة ولا تجي تتعامل كذا ما بترتبط. نعم 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 لما تكون البنت رياضية تعرف تدافع عن نفسها يعني تكون شخصيتها قوية. لا بالنسبة لي يعني لما تجي بطلو تتعود يعني تتحمس مرة بعدين يجي مستحيل تتحمس يجي صديقها أو البوي فريند حقتها يجي يسلم عليها تقول على سبيل الانجليزي بمدرستي صح انه فوست كوريا وكذا يدرسوك الانجليزي الصباح يدرسوك الانجليزي حصص يدرسوك الانجليزي بعد المدرسة. تحسيها ميزة؟ لا ايه ميزة لانه الانجليزي حق الصباح كيف تتكلمي مع الاجانب يعني conversation والانجليزي الحصص اللي هو انجليزي عادي زي ما اللي يدرسوه في الدول العربية يدرسوه في الدول الثانية والانجليزي اللي بعد المدرسة English business. الصراحة انا ممكن مع نارين بهذا الشيء انه احنا ما عندنا هذا الفكره ما عندنا فكره التواصل ما عندنا هذا الشيء فيخلي الطلاب خجولين مع التواصل مع الاجانب ولما يتكلم يحمر ما عنده القدره انه يجي هذا على عكس مدرستها يكون في جراءه يكون في تعود مع الاجانب عشان يعرف يتكلم لغته. احنا لا ما في هذا الشيء فحتى لما يتكلموا معايا يكون في شويه خجل بما انه شكلي اجنبي حتى لو انا اعرف اتكلم كوري. مدرستنا مدرسه ما فيها تنمر ميزه ان احنا كلنا بنات ما في احد نمسكه ونخليه هو الونتا او الشخص اللي نقعد نرمي عليه مشاكلنا فما في مستحيل مدرستنا تحصلي شخص انتحر. بس كان عكس مدرستكم
في قضايا انتحار كثيرة. يعني قضية واحدة صارت، يعني هذه القضية الواحدة ايش عرفك الناس الباقيين ايش من مشاكل وهموم في داخلهم وانتم ما تحسوا؟ انت داخلة قلوبهم. لا بالعكس، انه عندنا اوكي في مجموعة تتنمروا عليهم، بس مو تنمر هذاك اللي غير المدرسة، يعني فذي مدرسة مختلطة ثانية مرة شديد فيها التنمر، بس عندنا فيه مساعدات كثيرة. يعني عندنا اللي منكذا لنا نطلب الشرطة، مسموح لنا انه احنا ننتقد لو فيه تنمر. مدرستي لا لا ايش قليلة، لأن مدرستكم مدرسة البس بسرق الله يكرم وش يعني البس يعني قو الرابع كثير أتكلم. المقارنة الخمسة عشر خمسة خمسة بنتي المقارنة فوق المئة ستة. أنا أبغى تقولي تحاربي على دخول الحمام، ولا تحاربي إخواني على فن شراباتك وأدواتك، ولا تحارب المقارنة فوق المئة مرة ثانية. لا لا لا، والمقارنة فوق الخمسة عشر. مش قلتي فوق المليون؟ مدري إيش أنتي شكلك أنا هطلتي من مدرستك. نسيت أعطل الكلمة اللي قلت بقولها.